نروح مع حضراتكم دلوقتي لشرم الشيخ وزميلنا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر، موجود هناك بيتابع الاستعدادات الخاصة باستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول تغير المناخ COP27 واللي هيعقد في نوفمبر القادم. صباح الخير عليك يا محمود، لو تضعنا في الصورة في شرم الشيخ وتحكي لنا عن الأجواء الخاصة بالاستعدادات لCOP27. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير عليك يا مصطفى. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. برحب بحضراتكم من مدينة السلام، من مدينة شرم الشيخ، وكمان دلوقتي نقدر نقول من المدينة الخضراء، لأن مدينة شرم الشيخ دلوقتي يعني بتتأهب وخلاص، يعني احنا بيعتبر نقدر ان احنا نقول بنبدأ العد التنازلي لاستقبال الحدث العالمي مؤتمر المناخ COP27. فمدينة شرم الشيخ دلوقتي بتتأهب انها تكون مدينة صديقة للبيئة ومدينة خضراء في كل المشروعات اللي بتتم هنا على أرض المدينة. بنتكلم عن أكتر من 30 مشروع بيتم من خلالهم تطوير المدينة وطبعا استعدادها لاستقبال الضيوف المشاركين في مؤتمر قمة المناخ. المشروعات هنا في مختلف المجالات، سواء بنتكلم عن الطرق، سواء بنتكلم طبعا عن مجلس المدينة الجديد، سواء بنتكلم عن المحطات الوقود اللي تحولت لمحطات غاز طبيعي، وبنتكلم عن الممشى السياحي اللي موجود في كذا منطقة هنا. لكن خلوني أبدأ معاكم النهاردة في أول مشروع هيكون معانا في برنامج صباح الخير يا مصر، وهو برنامج مشروع الممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي مع حضراتكم. الممشى السياحي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي هو موجود في طريق من أهم الطرق الحيوية في مدينة شرم الشيخ، وهو طريق السلام. طريق السلام بيربط ما بين يعني كل يعتبر مناطق مدينة شرم الشيخ. لو اتكلمنا عن السوق القديم، عن خليج نعمة، عن الطريق الدائري، عن مدخل مدينة شرم الشيخ، فبالتالي كل الزوار وكل السائحين وكل اللي هيكونوا مشاركين في مؤتمر قمة المناخ لازم هيكونوا طبعا متواجدين وهيمروا بطريق السلام. فالممشى السياحي هنا اللي موجود على طريق السلام هو موجود على تقريبا 6 كيلو من جانبي الطريق، يعني كل جنب في الطريق هو موجود في ممشى سياحي. الممشى السياحي ده هيكون فيه خدمات كتير جدا، احنا بنتكلم على تقريبا 82 محل تجاري هيكونوا موجودين في الممشى السياحي. ال 82 محل طبعا هيقدموا خدمات مختلفة جدا للزوار والمشاركين، ده بالإضافة انه هيكون طبعا في بعض الخدمات الخاصة هيكون طبعا في منطقة للبنوك، هيكون في خدمات اجتماعية، هيكون طبعا كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها المشارك والزائر اللي هيكون موجود في مدينة شرم الشيخ هيلاقيها طبعا موجودة في الممشى السياحي. ده غير بقى ان الممشى السياحي بيعتمد على فكرة مشروع الهوية البصرية، من حيث بقى المنظر الجمالي اللي هيتمتع به الممشى السياحي. معدلات التنفيذ هنا في الممشى السياحي يعني قاربت من الانتهاء، احنا كلها ايام قليلة جدا ومدينة شرم الشيخ هتعلن انتهائها من كل المشروعات بنسبة 100%، ومنها المشروع الممشى السياحي. كمان احنا بنتكلم على ان المشروع الممشى السياحي بيحتوي على 59 برجولة خرسانية وما يقرب من 83 برجولة خشبية، ده بالإضافة كمان للتطوير اللي بيشهده طريق السلام. طريق السلام كمان بيشهد تطوير بجانب الممشى السياحي من حيث رفع كفاءة الطريق، الإنارة الخاصة بالطريق، أعمال اللاندسكيب، كل حاجة خاصة بطريق السلام بيتم تطويرها دلوقتي إلى جانب طبعا الممشى السياحي. سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان متواجد امبارح في طريق السلام والممشى السياحي، بيتفقد طبعا كل الأعمال اللي بتتم داخل الممشى السياحي هنا، وأكد على أنه لابد من ضرورة مضاعفة ساعات العمل داخل الممشى للانتهاء منه في أقرب وأسرع وقت قبل طبعا بدء مؤتمر قمة المناخ. والحقيقة لو اتكلمنا عن العمال اللي موجودين هنا وبيشتغلوا، احنا تقريبا مثلا هنا من الساعة يعني الساعة 7 صباحا كل العمال شغالين، وتقريبا في ورديات متبادلة بينهم، فبالتالي كل العمال شغالين في كل موقع من مواقع الممشى السياحي. كمان ما يميز الممشى السياحي هنا ان احنا هنلاقي طبعا مقاعد للزوار ان هم يقدروا يعني يجلسوا على المقاعد دي في اي وقت، واثناء طبعا اثناء زيارتهم واثناء ان هم طبعا ياخدوا كده جولة في الممشى السياحي ويستمتعوا طبعا بكل المناظر وكل
الاماكن اللي موجوده. كمان هنا هيكون في توحيد للافتات المحال التجاريه وجهات المحلات، كل ده طبعا هيتم تطويره بحيث انه هي كلها تبقى على نظام وعلى تصميم واحد، يقدر ان هو يعني المشاء الزائر هنا يتمتع بمساله الرؤيه البصريه. اخيرا كمان ان الممشى السياحي هنا بيتمتع بقربه من طريق الملك سلمان، طريق الملك سلمان بيتم تطويره ايضا، رفع كفاءه الطريق، وبيتم فيه انشاء المسرح الروماني ومنطقه ترفيهيه اخرى، فبالتالي كل المناطق دي طبعا بتخدم مشروع الممشى السياحي اللي بيكون من اهم المشروعات اللي موجوده في مدينه شرم الشيخ. يعني دي ابرز التفاصيل والصوره الخاصه بالممشى السياحي، وهنتابع معاكم طبعا خلال الايام القادمه يعني باقي المشروعات اللي موجوده في مدينه شرم الشيخ لتحويلها لمدينة صديقة للبيئة ومدينة خضراء تستقبل كل الوفود المشاركة من كل دول العالم في مؤتمر المناخ COP27. من مدينة السلام ومن المدينة الخضراء برجع لكم في الاستوديو مرة تانية هادير ومصطفى. شكرا ليك محمود جميل، والحقيقة أنه واضح أنه مدينة شرم الشيخ بتستعد استعدادات كبيرة جدا لاستقبال قمة المناخ، من تطوير للطرق والاهتمام بالإنارة وبرفع كفاءة الطرق والاهتمام بالممشى السياحي وتطوير والانتهاء من العمل فيه قبل قمة المناخ، حتى الاهتمام بمسألة يعني توحيد اليافطات واللافتات الخاصة بالمحال التجارية لكي يتمتع يعني كل زائرين لشرم الشيخ مدينة السلام أثناء قمة المناخ يعني الواجهة الحضارية لهذه المدينة. والحقيقة أنه شرم الشيخ يعني هتضرب كده نموذج للعالم كله بمسألة المدن الخضراء، وده اللي احنا منتظرين ان احنا نشوفه خلال قمة المناخ بإذن الله.